السلام عليكم، معكم كوكان عبد الحق، واحد من ولاد خير. رحنا في صدد القافله الثالثه، وغادي تكون في اواخر شهر فبراير، وغتجه للمناطق الجنوبيه. وحنا دابا في صدد جمع الملابس والمعدات واللوازم المدرسيه واي حاجه. ودائما شعارنا باللي عندك جود وخلي خيرك من دون. خوتي المغاربه كاملين، انتم اليوم مطالبين قليل ولا كثير، المهم ديروا الخير. مغاربه كاملين، كل واحد يحل ماريو ديالو، يعطي تريكو، مانطا، سروال، وباللي عندك جود وخلي خيرك من دون. مغاربة في المناطق المعزولة كيموتوا بالبرد، ساهموا معنا الإخوان وبالقليل أو الكثير، المهم دير الخير ولو بدرهم. صغير وكبير، قليل وكثير، المهم دير الخير. المهم اللي بغينا نوصل لكم من هذا الفيديو هذا هو اللي عنده شي حاجه ديال الحوايج قديمه ولا مناط ولا هذه، ساهم ليهم، حيت راه كاينين بزاف ديال الناس عندنا في المغرب اللي محتاجين هاد الحوايج هادو، ودير الخير تلقاه. السلام عليكم نداء لجميع الناس اللي كيحبوا الخير، كنطلب انكم كديروا الخير لوجه الله سبحانه وتعالى. يلا نساهموا جميعا بزرع البسمه على الناس المحتاجين، وديروا الخير تلقاو الخير، وشكرا للجميع. شوف النور عندنا، الله يا اخوتي، يلا يا اخوتي.